انهارت مكاسب المعدن النفيس خلال العام الماضي، وتكبدت سوق الذهب المحلية خسائر، وتآكل رأس مال عشرات التجار حين التراجع والارتفاع. وواجهت سوق الذهب المحلية ركودا حادا بسبب الأوضاع الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية. تجار الذهب في العاصمة صنعاء يجمعون على أن مستويات الطلب على المعدن النفيس تراجعت خلال عام 2013، مؤكدين أن الركود تسبب بأضرار كبيرة على الرغم من بطء تجاوب السوق مع التراجعات العالمية لأسعار الذهب. وبحسب إحصائية رسمية، بلغ الذهب المصدر من السوق المحلية إلى الأسواق الخارجية خلال النصف الأول من العام الماضي أكثر من 500 طن. وتشير تقارير دولية إلى أن أسعار الذهب تراجعت في نهاية العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 2000 بسبب المخاوف التضخمية والأزمة في منطقة اليورو وتدني الاستهلاك الهندي. وسجل سعر الذهب تراجعا بنسبة 28% خلال عام 2013.